أهلا بكم أعزائي بفيديو جديد. أنت تشاهد الآن مسار تطوير مكونات ووردبريس، الفيديو رقم 2. فمرة أخرى نحن في هذا المسار الذي تجدونه أمامكم، رابط المسار في صندوق الوصف حتى يعني تراجعون الأفكار الرئيسية حول هذا المسار، أي مصادر المسار سيتم إضافتها هنا وتحديثات المسار زائد الخطوات وكل الفيديوهات المتعلقة فيه تكون في صفحة خاصة بي وهي هذه الصفحة. فنحن سنكمل من حيث توقفنا في الفيديو الماضي. قمنا بإنشاء أول بلوك لنا بطريقة Create WordPress Block، فلن أعيد ذلك، لكن هذه هي البلوك التي أنشأناها أو المكون اسمه LWN First Block، وهذا هو وهكذا يظهر على الصفحة. طبعا نحن قمنا بتغيير الستايلات، نحن قمنا بإضافة جافا سكريبت فقط لغايات تصفح ما هو هذا المكون أو تصفح الأشياء التي يمكننا أن نضيفها لهذا المكون أو التعديلات التي يمكن أن يعني نضيفها للمكون. الشيء الأول الذي أريدك منه هو أن تذهب للمكون في المكان الذي أنشأناه به وتقوم برن أو تشغيله، وهذه هي طريقة تشغيله في بيئة الديفلوبمنت. إذا كنت أنت لا تعرف ماذا تفعل، فاذهب لملف package.json في مكان إنشائنا لهذا المكون وانظر للسكريبت، فستجدون هنا بالسكريبت يوجد أكثر من شيء. من هذه الأشياء ستجدون هنالك start، وستارت الذي يقوم بتشغيل المكون في بيئة التطوير، والبيلد التي تساعدك على يعني بناء كل المكون حتى يتم استخدامه من قبل المستخدم النهائي. نحن الآن مطور فسنستخدم start، فالشيء الذي سنكتبه npm run start، فإذن الآن سيتم تشغيل هذا، وحتى يتم تشغيله سنذهب إلى مجلد السورس وهو الذي فعليا عملنا يكون على ملف السورس، وسأذهب لملف block.json. ملف block.json هو الملف الذي يقوم بتعريف عن هذا المكون، فالمكون الخاص بنا اسمه بهذا الشكل، الاسم يسبقه سابقة التي بعضها يقول أنها بادئة أو prefix، لكن هي الاسم لها namespace. namespace ماذا يعني namespace؟ يعني مثلا أنك هذا المكون جزء مثلا من مشروع أكبر، مثلا أنت قمت بتصميم قالب والقالب له مكونات، اسم المكون مثلا مرحبا، ولكن اسم القالب مثلا اسمه my theme. فالnamespace إطار العمل لهذا المكون هو سيكون my theme كذا، فهذا يمكن تغييره لاحقا لا مشكلة. هذا هو التايتل لهذا الذي يظهر هنا، ولدينا الكاتيجوري وهي عبارة عن ويدجت عادية. الايكون يمكن أن نغيرها لأي ايكون من الايكونز الموجودة بالداش ايكون. فلو ذهبنا إلى الداش ايكونز في ووردبريس هكذا اسمها يعني داش ايكونز، فمن هنا يمكنك أن تختار أي ايكون تريد لهذه البلوك. فمثلا هنالك مكون اسمه ايكون اسمها database، يمكن أن تقول database. طبعا هذه الايقونات يجب أن تعبر عن موضوع البلوك الخاصة بك، أنا اخترتها بشكل عشوائي لكن هي مرة أخرى يجب أن تعبر عن المضمون. نعم أنا أخطأت، وضعت الكاتيجوري database، يجب الايكون database، الكاتيجوري سيكون widgets، هي widget عادية. مرة أخرى الآن سأحدث، فإذا لاحظوا ظهرت ايكون الداتابيس. جيد، طيب فالآن سنكمل مع هذا الموضوع. طبعا لدينا هنا description، يمكن أن تضيف description خاص بالبلوك الخاصة بك، فإذا just a simple block، وهذا الشيء يظهر هنا عندما تقوم باختيارها من الويدجات. لاحظوا هنا سيظهر description في هذه النافذة التي سيتم فتحها، طبعا لم يتم إظهارها، السبب بكل بساطة ولا داعي أن أقوم بستارت دائما، هو يفترض بنفسه أن يقوم بستارت بالإعادة يعني بإعادة التشغيل عند كل تغيير، لكن أحيانا يحدث له يعني يتوقف عن العمل لسبب أو بآخر. فمرة أخرى بدنا لاحظوا ظهر الآن الديسكريبشن. طيب الشيء الذي أنا أريد أن أقول أن كل مكون له خصائص،
ماذا يعني خصائص؟ يعني مثلا هذا المكون الذي أنا قمت بإنشائه هنا لا يوجد له خصائص حاليا، هو فقط نص عادي أنا أكتبه، فإذا هو له كلام تكست ستاتيك ثابت، وله ستايلات، ويمكن ربما له جافا سكريبت للتفاعل، لكن ليس له خصائص. الخصائص تكون عادة لها قيمة، لها اسم ولها قيمة متغيرة. فمثلا لو أردت مثلا من الشخص أن يدخل هنا الجملة، أن يغير هذه الجملة، لا أريدها أن تكون ستاتيك، أريد أن تكون دايناميك، يدخلها الشخص كما يريد، فيمكن أن أضيفها إلى خصائص المكون. وخصائص المكون أضيفها بملف .json، فهنا أكتب اسمها attributes يعني خصائص، وهنا أضيف هذه الخصائص. فمثلا أنا أريده أن يضيف، أسميه user text، أنا أريد أن أسميه أنه هذا التكست user text، وهذا اليوزر تكست سيكون له type نوع، وهو سيكون عبارة عن string عادي، ويمكن أن أضيف له قيمة default يعني قيمة افتراضية، مثلا hello from my blog، جيد؟ بهذا الشكل. فإذا هذا الـ attribute أضفته، يجب أن أضيفه بـ blog.json، فإذا ها هو. ومرة أخرى نؤكد أن هذه اسمها خصائص، والخصائص يمكن أن تكون أكثر من يعني خاصية أو أكثر، ونحن أضفنا خاصية لها اسم بالتأكيد، وقيمتها يجب أن يكون لها نوع، فهذا نوعها string وقيمتها الافتراضية هذه التي أضفناها. جميل؟ الآن لو ذهبت إلى ملف الـ edit.js هنا، لاحظوا هذا الملف، فسأمسح هذا، سأمسح التعليقات، ولا داعي يعني هذا الشيء فقط لغايات الترتيب، أنت يمكن أن تقرأ التعليقات وتستفيد منها لأنه يعطي روابط لأشياء معينة، لكن بشكل عام يعني للتنظيف سأقوم بمسحها. طبعا الآن لاحظوا أعزائي أن لدينا هذا الملف اسمه edit، أو هذا الفانكشن اسمه edit. هذا الفانكشن يمكن أن يتم تمرير من خلاله properties معينة. الذي يعرف React هذه properties هي نفسها، يعني نفسها بالرياكت عندما نمرر properties أو خصائص من مكون لآخر. الذي لا يعرف رياكت، طبعا هذه الرياكت يعني يفترض أنك تعرفها أو يعني معتاد عليها، لكن إذا كنت تتابع ولا تريد أن تدرس رياكت ولا تهتم لذلك، فهذه مجرد خصائص يتم تمريرها للفانكشن. بداخل هذه الخصائص يحتوي الاتريبيوت الخاصة بالمكون، والاتريبيوت هي هذا جيد، التي هي اليوزر تكست مثلا. فمن البروبس هذا سنجلب الاتريبيوت، وسنجلب شيء اسمه set attributes، والذي يشابه برياكت state مثلا وست state وهذه الامور، او التكست وست تكست الذي نستخدمها بيوز ستيت، هذا مشابه له. فاذا سنجلب هذه الامور من الاتريبيوتس. طبعا الاتريبيوتس هنا منها سيكون لدينا ماذا؟ سيكون لدينا اليوزر تكست الموجوده هنا. طيب ممتاز. فالان يمكن ان اكتب مثلا اريد ان اضيف، لاحظوا مجرد أنني أضع هذا هنا يوجد لدينا هنا خصائص للمكون يتم إضافتها هنا، نحن لم نضف أي خصائص وبالتالي لا تظهر هنا. لكن إذا أردنا أن نضيف شيء هنا خاص بهذا التكست، فيمكن أن نضيف ماذا؟ نقوم باستيراد شيء من هنا اسمه التالي. فإذا سنقوم باستيراد أكثر من باكجز الآن من ووردبريس أيضا. فإذا أول واحدة سنقوم بجلب شيء اسمه inspector controls، وهذا سنجلبها من أين؟ نجلبها من ووردبريس بلوك إديتر. أيضا سنجلب الشيء اسمه panel، وأيضا سنجلب شيء اسمه، طبعا البانل تكون من باكج أخرى اسمها ووردبريس كومبوننتس، وأيضا سنجلب panel body الذي سيكون أيضا من ووردبريس كومبوننتس، وأيضا سنجلب شيء اسمه text control الموجود من ووردبريس بلوك إديتر، أعتقد من ووردبريس بلوك إديتر. وحتى نتأكد نذهب لووردبريس ونبحث عن هذه الأمور لنرى هل هذا الشيء صحيح. وأنا دائما أدعوكم أن دائما 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 ماذا تفعلون؟
ابحثوا في الدوكيومنتيشن، هذا الفيديو ليس كافي. فإذا لاحظوا هذا هو التكست كنترول، فلاحظوا من أين يأتي، فلنرى الكود إذا كان هنالك كود. لاحظوا الكود، ها هو التكست كنترول يأتي من WordPress Components، فإذا دعوني أصححها. إذا فأنا أخطأ والآن سأصحح، فإذا تأتي من Components، واضح؟ طيب الآن أنا لا أعرف إذا كانت هذه الـ WordPress Component مثبتة على الباكج الخاصة به، لأن هذا بالنهاية هو تطبيق React وتطبيق Node وتطبيق جافا سكريبت، لا أعرف إذا كانت مثبتة فأريد تثبيتها. فبكل بساطة سأقوم بنسخ هذا، ومن هنا سأقوم بإيقاف في الآب وأقوم بإنستول لهذا التي هي WordPress Components. إذن الآن تم تثبيتها، سأعيد تشغيل الآب، إذن npm run start، وسأعود إلى الكود الخاص به هنا. فإذا الآن أريد استخدام هذا بكل بساطة. فإذا هنا لاحظوا هذا عبارة عن function، هذا الفانكشن يعيد لي هذا الشيء الموجود هنا، فسأقوم بمسحه وأقوم بإضافة React Fragment هنا. React Fragment يعني هذا يجب أن تكون مكون واحد له أب واحد، وبالتالي هذا هو الأب في هذه الحالة، أو ربما يمكن أن أضيف Dev، لا مشكلة. فبداية سأقوم بإضافة هنا البانل التي أضفتها، لأن هذا الشيء الموجود هنا كل خيار موجود هنا يسمى بانل، كل مجموعة خيارات يمكن أن تسمى بانل، يعني لوحة. فإذن هذه البانل سأقلقها. البانل بادي الموجود سيكون لدينا هنا بانل بادي، وأيضا سأقوم بإغلاقها، فإذا ممتاز. وهنا بداخل البانل بادي سأقوم بإضافة التكست كنترول، وهذا التكست كنترول دعني أعطيه ليبل، والليبل سيكون مثلا user text message. الفاليو الخاصة به ستكون هي من الاتريبيوتس، فبالتالي هنا سنكتب attributes وهو user text اسميناه، جيد. ويجب أن نقوم بإضافة on change حتى نعرف متى عندما تتغير هذه القيمة ماذا يجب أن نفعل. وفعلياً عندما يتم تغيير قيمة هذا التكست فيجب أن نقوم بماذا؟ يجب أن نقوم بتغيير الـ attributes user text value، يجب أن نغير قيمة الـ attribute حتى تكون القيمة الجديدة. فيمكن أن نستخدم on change هكذا، وهي عبارة ستكون عبارة عن function، ونقول الـ new value هنا سنجعله لدينا 6 attributes التي أخذناها من الـ props، وسنقول أن الـ user text هو يساوي القيمة الجديدة، ونغلق هذا. أما بخصوص الشيء الذي أريد أن أعرضه على الشاشة هنا في هنا لأنني مسحته، فأنا أريد فعليا عرض dev بداخلها paragraph tab وبداخلها attributes.userText، وحتى نتأكد هل أسمينا attributes user text؟ نعم، جيد. فإذا الآن لنتأكد أن الآب running يعمل، والآن سنقوم ب يعني ماذا اسمه هذا، سنقوم بإعادة تحميل الصفحة. فإذا لاحظوا ظهر التكست هنا، لاحظوا ظهر التكست هنا، وعندما قمت أنا بتحديد هذا، طبعا البانل التي توقعت أن تظهر لي لم تظهر، فما هي المشكلة؟ الآن سنرى. ولكن ظهر التكست هنا، وأي شيء أكتبه هو ظهر بداية التكست الافتراضي، وأي شيء أكتبه هنا يظهر هنا بهذا الشكل. فدعونا نرى لماذا لم يظهر هذا هنا؟ لماذا يا ترى؟ فبداية يجب أن نحيط هذه البانل بإنسبكتر inspector controls هذا، فإذا دعونا نحيطها به. فإذا مرة ثانية دعونا نحدث لنرى. لاحظوا الآن إذا قمت أنا بتحديد المكون الخاص بي فإذا تظهر المسج هنا. فكان يفترض أن نحيط البانل التي لدينا بإنسبكتر controls، والآن من هنا من خصائص هذا جيد يمكن أن نغير النص الموجود هنا. فإذا مرحبا بكم في العالم، جيد، سيظهر هنا تحديث، ممتاز. فإذا الشيء الثاني أن لدينا هنا بانل قمنا بإضافتها لكننا لم نضف لها عنوان، فدعونا نضف لها عنوان. فإذا هنا في الأعلى
بالبانل هذا سنضيف لها هيدر، وهذا الهيدر سنكتب أن هذا manage your first log attributes. إذن دعونا نرى أين سيظهر ذلك. نحددها، نذهب للمكون، لم يتم تحديد المكون، وهذا ما اسمه، دعوني أحددها من هنا. فإذا لاحظوا ظهرت manage your first text attributes، فإذا ممتاز. فإذا هذه هي اللوحة التي لدينا، ويمكن أن نقول أن أيضا نضيف تايتل للبانل بادي التي أضفناها. إذن دعونا نضيف لها تايتل هذا، والتايتل يكون basic attributes. إذن لاحظوا هذا هو basic attributes. لاحظوا ظهرت هذا السهم. طبعا إذا أردنا أن يتم فتحها بشكل يعني افتراضي بالبداية، فيمكن أن نضيف للبادي هنا initial open، ونختار false أو true. فإذا كانت false فإذا لن يتم فتحها بشكل افتراضي، أما لو كتبنا مثلا هنا true فسيتم فتحها بشكل افتراضي. جميل جدا، صحيح؟ طيب الآن الشيء الذي أيضا أريد إضافته بهذا الموضوع هو أن نحن لم نضيف الـ block props. هذا الـ use block props يجب أن نضيفها، فكيف ذلك؟ فسنكتب هنا block props يساوي use block props، وهنا في الأدنى مكان الديف هنا سنقوم بتمرير البلوك بروبس. طبعا ما هذه الفائدة؟ الفائدة عندما يتم تمرير مثلا هنا كلاس معين، فإذا هنا متقدم لدينا كلاس، إذا مررت أنا كلاس لهذا المكون مثلا my block جيد، فهذا الكلاس سيتم تمريره لهذا الديف لأنه قمت بهذا، غير ذلك لن يتم ذلك. فهذه ضرورية لتمرير الإعدادات الموجودة الافتراضية أو المضافة لاحقا للبلوك لتمريرها للديف كاملة. الشيء الذي غاب عن ذهننا أو الشيء الذي نهائي يجب أن نقوم به هو السيف. لم نقم بفتح ملف السيف، إذن save.js، وهنا سأمسح التعليقات، ليس لشيء يعني ولكن فقط للتنظيف يعني. فهنا لاحظوا بالسيف يوجد use block save، لكن فعليا نحن هنا نريد أن نكتب هنا الattributes، فكيف نجلبها مرة أخرى؟ أيضا هذا فيها props، ويمكن أن نجلب منها الattributes بهذا الشكل من props، وبالتالي هنا يمكن أن نكتب attributes.userText. فإذا الآن بالتحديثات هنا لاحظوا سيبقى الشيء القديم الموجود، لكن علي أن أحدث مرة أخرى هنا. جيد، سيقول لي غير صالح، لا مشكلة، سنقوم باستعادته وتحديث، وثم هنا سنحدث، سيظهر لكم مرحبا بكم في العالم. فكل مرة أنا أقوم بتغيير الاتريبيوتس من هنا مثلا أهلا بكم مثلا تحديث، أيضا سيتغير هنا أهلا بكم. طبعا هذه جافا سكريبت، دعونا نقوم ب الذهاب لملف view.js. طبعا كله موجود بالسورس، نمسح هذا الالرت مزعج، وهذا هو طبعا اذا قمت بالتحديد ما زال. فدعوني او اتاكد ان تم البيلد. طبعا ساقوم برن ستارت مجددا، احيانا يحدث هذا الكراش يعني، فانت عليك ان تقوم بالاعاده مجددا تحديث، لاحظوا لا يوجد. فإذا أهلا بكم. الشيء الأخير الذي أود إعطائه في هذا الدرس، حقيقة أنا فكرت أن هذه الدروس يجب أن تكون قصيرة، لكن لا يمكن أن تكون قصيرة. تلاحظون هذه المعلومات يجب تمريرها خلال الدرس، يعني لا يمكن أن يكون قصير، أنا آسفة، لا يمكن، عليك أن تتأقلم مع هذا الشيء. المعلومة الأخيرة التي أريد أن أقولها وننهي، يمكن هنا أن ندعم الباك جراوند بدل أن نضيفها بهذا الشكل، يمكن أن ندعمها، يعني ندعمها بشكل اوتوماتيكي من البلوك دوت جيسون. فذهبنا الى البلوك دوت جيسون، هنا لاحظوا هنالك شيء اسمه سبورت وفيه HTML false. يمكن هنا ان نضيف شيء اسمه color، ونقول ان نريد ان ندعم الباك جراوند، نقول true، ونريد ان ندعم color، ونريد ايضا ان ندعم عفوا اللينك. جيد، فإذا هذه الأشياء نريد أن ندعمها، نتأكد لا يوجد خطأ، طبعا نعيد run server، لأن التغييرات التي تقوم بكراش للسيرفر على block.json أو السكريبت جافا سكريبت الإكسترا يعني، هذا يتم كراش سيرفر عليها حسب يعني تعاملي مع الموضوع. فلاحظوا الآن لو قمت أنا بتحديد هذا
أو من هنا، تلاحظوا يظهر لدي هنا هذه الألوان، ويمكن الآن أن أغير الألوان. طبعا لاحظوا أن الآن أغير الألوان، ومثلا دعونا نقول الخلفية لون أخضر هكذا واللون أحمر. هل سيتم تغيير الألوان هنا؟ نعم تم تغييره. وربما تقول لماذا تم تغييره؟ فبكل بساطة تم تغييره لأن أنا قمت بتمرير البلوك بروبس على الديف هذا، جيد؟ فإذا لو أنا لم أمررها لن تظهر هذه التغييرات، وأيضا مررتها هنا، لاحظوا تم تمريرها هنا من خلال use block props dot save، لاحظوا هنا dot save، أما هنا فهي مجرد block props، جيد؟ جلبناها من use block props بهذا الشكل. فإذا هذا كله الذي أود أن أقوله في تطوير مكونات ووردبريس الجزء الثاني، تابعوني بجزء رقم 3، وشكرا لكم وشكرا لمتابعتكم، ومع السلامة.